تعالى وكلهم نجوم، سواء اللي أخذ المركز الأول أو الأخير يعتبرون كلهم نجوم. شكرا لك، شرفتنا، الله يبيض وجهك يا أبو محمد، حياك الله. الأستاذ فهد معيان، اليوم حن زملاء عمل بعيد عن جميع، اليوم أنا مقدم يا أستاذ فهد لو سمحت، رجاء خاص. لا مستحيل، حياك الله يا أبو معيان. عبني أسولف حتى أنا. أولا حاب أصبح على نفسي الحالي، حاب أصبح على نفسي الحالي وأشكر نفسي إني صنعت أمثال هذا. نعم، يعني السؤال، من كان يعرف هذا قبلي؟ من كان يعرف؟ عبد الله خماش اللي يشر وراه الآن، من كان يعرفه قبلي؟ شكرا لي، المفترض أني أنا الفرد الوحيد اللي أتكرم في هذا الحفل. عمر بن السيد هو من جعلك تظهر بمحتوى داخل برنامج زد رصيدك أستاذ فهد. هذه كلمة مبتدلة يقولها ناس كثير قبلك يعني. شكرا للأستاذ فهد معيان. ضيفنا الثاني الذرابة والخلق الأستاذ ناصر الحربي. شوف يا حبيب قلبي، أنا ما أحتاج أنك تسمعني كلام حلو، لأنك بسم الله عليك إنسان جميل وربي